موحشينه. نشكر الله دوما نشكر الله يعني ومرتني السعادة يعني بهذا الروبرتاج والأحبة أساتذتي شكرا أصدقائي اللي ذكرتوهم قنبل علي اللي هي يعني وين ما أروح كنت أقول عاصمة العراق لأن يعني مرة الأستاذ يعني معلم لحد الآن أتذكر بالابتدائية مدرسة طارق قال شنو عاصمة العراق كلهم بغداد بغداد قلت له لا أستاذ قنبر علي ما أعرف زين إذا حجينا على قنبر علي أي أستاذ زهير وغرفة 4x2 بيش أتذكرك وعدد الأفراد العائلة اللي بيها شقد جانا و... أي والله إحنا بقنبر علي طبعا احنا مع بيت جدي رحمة الله عليه وبيت خوالي وابن عمة والدتي يعني كنا عائلة تقريبا وبيمكن هو 72 متر صغير هسه لو تصورون من جوا تقولون شلون كانوا يعني احنا بلغ عدد الاطفال على طول اقول ما حد يصدق 32 طفل 72 متر بس هو يعني الطابقين والثالث ايه فكنا سبع نفرات بعدين صرنا 9 وبعدين فقدت صغار اخواني راحوا الى رحمه الله اقول احنا شلون كنا قاعدين من رحت القنبر عادي شفت الغرفه وهي فارغه قلت احنا بقوطيه كنا شلون كنا نعيش واتذكر شلون كانت امي رحمه الله عليها من لا شيء تسوي اكل الله سبحانه وتعالى يزرع البركه بكل شيء تسوي وكل الامهات هيك يعني قنبر علي كنا ربع لحم يكفي العائلة هسه جيبي 3 كيلوات ما تكفي العائلة صح؟ ما أدري بركة ما أدري قناعة يعني فش قد ما أحكي على هاي المنطقة وأحكي على بغداد فاني إيراد مجلدات إلها